هذه نعمه من الله عز وجل. الحمد لله نحمد الله ونشكر. اي أيوة والله ها اقول من ومان ورد. اي أيوة والله نحمد الله ابد يا ابن ادم ترى رزقه يجيك ما يروح مهما كان. نعم بل ما الله كاتب لك لو انه مخباتك يروح. عندي قصه بس تختلف طيب. عن قصه ابو عطنا قصتك بعد انا بدا عاد ابو عبد الله وضيوفه. نعم القصص يا اخواني حول العطاء. العطاء امره سبحان الله العظيم غريب، ورعى العطاء ترى يذكر ويشكر. أنا يذكر لي قصة والظهر أنها قريبة. يقول شايب بحدى مواقيت مكة المكرمة، والله أني ما أدري بالسيل ولا بغيرها، يقول رجال راعي طاعة، يقول عنده متجر عطاها الأرض قديمة وبجنب الحرم بجنب الميقات، يقول والرجال يولف كل شيء يجيب هالحرامات هذه لن سوى الرجال وتوابعها. يقول وهذا الشايب يقول بخير، يقول يتسامح لما شاف الضعيف قال هذا حرامك يا أخي وش تبي؟ قال أبي حرام. قال خذ حرامك أبعطيك. قال لا يا ولدي إحنا والله يدورها الخير وتراهم يذكرون ويشكرون والديرة هلا فيها سبحان الله العظيم. يقول هذا الشايب وفق. يقول جاء يوم من الأيام، يقول حد الليالي، يقول هو يروي هاك الروية، يقول تجيك حملة، يقول هم بأيام حج، تجيك حملة الفلان ترى عليها عبد الرحمن بن فلان بحاجة. يقول تكررت والله ما أدري أول الليل وآخره. يقول أصبحت هالشايب ذا يقول على المتجر، يقول عنده صبي، يقول حرامات صافن والحذاء والمحارم كل بوها كل الحرامات لن نسوي الرجال، يقول وتسامح وصي العامل، يقول الحرام مثلا لما جاء رجال المثل محتاج تسامح معه، الحرمة كذلك. وتشوف السوق لما قال الحرام مثلا الحرام مثل بأربعين حطه بثلاثين، مثل بخمسين حطه بأربعين، نزل لهم كل شيء عشرة. يقول ويستمر والله يبارك لهذا الشايب. يقول حط الرجال نص أرضه يقول مباسط، يقول والنص الثاني يقول بناه، يقول بس ما جاء له تصريح، وكل ما راجع له التصريح قالوا والله باقي الآن ما زال حدر الدرس. أنت حاليا عندك مباسط والأغرف هذه مبنية لكن نخليها بعدين. يقول عي الله يسر أمر هالغرفة اللي بجنبي ذي، يقول تبيت خدم، يقول كثير من الناس سبحان الله العظيم يقول متسامح. يقول الرجال يدور وين حملة الفلان. قال يوم من الرجال أصبح وارتفعت الشمس، يقول ركع إلى ركعتين، يقول سنة الضحى، يقول لجيت كالتبيس، يقول لين وقف قدام باب الشايب قدام المتجر حقه. سبحان الله. يقول له والله يوم نزل هك الشايب يقول قال السواق يا عبد الرحمن ابن فلان معكم ساعة، اللي بحرام واللي بيصلي بالمسجد واللي يبي ساعة وعقب تجون إن شاء الله نمشي. يقول والرجال هذا راعى المبسط يقول يركز على عبد الرحمن اللي جاه بالمنام اللي جاه البارح فلان عبد الرحمن ابن فلان وين وبحملة وين الفلان سبحان الله. يقول طابق، يقول أنا شفت بالرؤية شفت بهذا التبيس وبهذا الرجال نزل اسمه عبد الرحمن. يقول أراد الله يقول لا في مبسط بجنبهم، يقول لهاك الرجال هو عياله وهله، يقول أخذوا لهم مقاضي وحرامات، يقول تهاوشهم هو إياه رعى المقصب رعى شو اسمه رعى المبسط. يقول الرجال عبد الرحمن ذا راح يم الرجال وعياله وأمهم وقال والله يا أم فلان الأمر خطير، والله ما معنا كملة، تكفى نبي الدور أرخص. قالت أبد ناخذ ولا نبطل وين من العمرة؟ لا من الحج، هم بأيام الحج. يا الجودية والله ما معي كملة، والله الرجال هذا دفع للتبيس ومحفول مكفول بس وين بقي الفدي؟ الفدي على ما يقولون وقت مضى رخيص بحدود 5%. يقول راح الرجال أنت عبد الرحمن هذا الرجال يتهاوش هو عياله ومرته عند مقاضيهم هذه كل أبوها محارب. يقول قال تبني أعلم كل الحياة الغانمة استمروا إن شاء الله بحجكم. يقول لا معه 550 ريال، يقول بالبوك ما معه شيء، محفول مكفول مأخوذ من بيته ويبي يرجع، يعني ما عليه طلب إلا وين الفدي. قام الرجال أنت عبد الرحمن وكشف البوك معه وأخذ 5%، يحسب أنه 50، هو يعطيها الرجال هذا
اللي تهاوش هو عياله ومرته. ويوم انه عطاها اياها قال الله يفتح لك باب من مبارك، يقولها ابو العائله ذا. رسب انت يا الرجال ذا ومشى انت يا ابو العيال. يوم النظر له والله اللي بجيبه 50 ريال. جاء الشيطان وقال حق اي قال حق الرجال خذ 500 وانت بتعطي 50، قال لي والله انك صاد ولا عندي حتى ثمن وين الفدي. الحقه الا ما الحقه، قال لا والله الله اللي اعطاه خليه يروح، الله اللي اخرجها من مخباته، الله اللي اخرجها من مخباته طريقه غلط. لكن بالاخير الرجال تسامح وقال والله ماني راح ناخذها منه مره ثانيه. الرجال على المبسط هذا اللي رواه البارح اللي يقول هذا عبد الرحمن بن فلان بحمله الفلاينه ترى عليه بحاجه، يتفرج بهذا الصنيع اللي فعل الرجال ويتساين نفسه يقول انا اروح الحق اخذ 5%، والله تدري الله اللي عطاه. يقول رجع ما معه الا 50 ريال. قال تعال تعال يا خيي بتقهوى انا وياك القهوه كوتن جاهزه. يقول انت عبد الرحمن الرعاء المبسط اللي البارح رواه بالرؤيا. يقول جاي يقول له والله كدل لها الصفره، يقول تقهوى وياه زمزميه، يقول وعين خير. قال يا ابو فلان انا جاني رؤيا البارح وبعدين ما ادري وش اللي صار. قال تجيك حمله الفلان وعليها عبد الرحمن ابن فلان، والان وقفت الحمله وانت نزلت وتريت تشرفت على 5% اللي اعطيت وين؟ اللي اعطيت الرجال اللي تهاوش هو ومرته وعياله. وحال الحين وش رايك؟ ابشر بالخير وعين خير وان شاء الله انها فتحت خير. فالمعطي يا اخواني الله سبحانه وتعالى من عطى عطى لنفسه، ما يعطي للناس، والله انه يعطي لنفسه. تعال تقهوى معي. قال تقهوى معي وقال يا خيي ان شاء الله باذن الله هذه 5000 حطها بجيبك تشتري فدي وتشتري هدايا لعيالك، وانا تشرفت بالرؤيا وتفرجت ماذا اعطيت الرجال وقلت الله اللي اعطاه اعطيته 5%، هي اللي بجيبك الا 50 ريال. يقول فاوض الرجال قال يا رجال واجد تكفى يا رجال تكفى يا ابن الرجال هذا والله انه واجد. قال والله انت اخذها وترى لك عندي ان شاء الله مثلها باذن الله. انا عندي هالغرفتين ذولي بانيهن ومجهزهن باخر ارضي. وبعدين توقفت دعواها والله انا عيت تيسر كل ما رجعت البلديه والتصريح قالوا توه باقي عليها شوي باقي عليها. وحال الحين اطلب الحي القيوم مثل ما احسنت ان الله يحسن الينا وان الله ييسر الامور. يقول مشى انت يا عبد الرحمن يقول مع حمله قال الله يفتح لك باب خير. يقول كل منهم سبحان الله العظيم حصل خير. وهذا المعطي هذا ترى يعطي لنفسه ويعطي صحيح. مثلا المستقبله ولدينه والدنيا صحيح. الوقف يا اخواني ان شاء الله يبي يكتمل والامور طيبه باذن الله. الله. لكن من عطى عطى لنفسه. الله غني لكن جعل الله لنا مساهم مثلا نحط بالوقف. يقول راح الرجال هذا وقال تمر علينا يا خيي لما ان الله سبحانه وتعالى اراد انك ترجع تمر ان شاء الله علينا وترى لك ان شاء الله مثلها. قال والله يا خيي انا ما ادري كل ما حصلت حطيته وين؟ بهالحمله. والحمد لله 5% راحت لكن عوضني الله وين؟ 5000. يقول قام الرجال وتوادع والثنين والكل منهم راح من عنده. راح انت يا على الغرف هذه اللي من ارضه بانيها يبي يحطها مباسط وراح المراجعة يم مراجعة التصاريح. يوم جاء قال يا اخوي وراك ابطيت علينا يا اخوي من امس وهي قاضي يا اخوي. قال والله انها فرجت وفرجها رب العالمين وانا داري الفرج جاء من رب العالمين. اعط والله ينفق عليك سبحانه وتعالى. يقول اعطوني التصريح. قال رد الله. يقول عقبها مده يقول وجاء قال بسطت وقبلت الدنيا وتسامحنا. قال والله يوم النخت يقول له والله ان جاي عبد الرحمن حاجم مره ثانيه يقول قلت غرفتين هذولي يعني بوجود الصدقه عليك يسر الله امرها ومعاملاتها وحالها انت بني هديك هديك واحد تمنهن. قال لا والله الله يبارك له وتعين خير. قال يبذل يا اخواني ترى يذكر بالخير وترى يذكر ويشكر خلي يذكر اسمه. والامور تراها ترى من عطى معطي لنفسه وترى لك ما دام الوقف يا اخي لك حي وميت. وبعدين منو ترى مثل ما قال اخينا ابو عبد العزيز ما يدرس المال والصدقات الا التجار. اليوم حتى القليل حتى الفقير يقدر يحط ريال 10 وتراها عند الله هذه قليل لكن عند الله كثير. سلامة الجميع يا اخواني. لا والله واحد انا يا اخيكم ابو صالح تراي اعطيت 500 ريال
ولها شهود والله انه ما بين الا ساعتين طق علي واحد وقال ترى لكم 500 عطنا وين رقم الحساب واعطاني خلال ساعتين و5000 مطبحتن وين بجيبي وانا دفعت 50 500 ريال الحسنه بعشر امثالها ال 500 زادت صفر و5000 ما شاء الله تكررت سبحان الله العظيم انا طولت عليكم الله يكتب لك الاجر علشان الضيوف الله يكتب مثلا لك ما خلينا لهم المجال الله يسعدهم نسمع منكم اليوم المجال أبد. لهم عاد ما اقدر اقول ضيوفنا بالعصرهم الحين ان شاء الله ابو عبد الله يا سلام يا سلام حياك الله ابو عبد الله اكيد في الذاكره شيء زمان ايام ما كنت في السيول وفي قديم فوش يعني في ذاكرتك من المواقف اللي صارت لك